مرحلة التمرد على الدخل الثابت. كان في ملياردير شهير بيقول إنه صاحب الوظيفة لا يمكن أن يصبح غنيا يوما ما، وبرضو الوظيفة بتحميه من الفقر. حضرتك النهاردة الشباب اللي بيسمعونا بتوجههم للوظيفة الحكومية ولا أنه يفوز باللذة كل مغامر يعني؟ لا بص، ملاش علاقة دي حسب شخصيتك. نعم. حسب طبيعتك. نعم. لو أنت عندك ثقة في نفسك وعارف قدراتك جامد قوي، وانت تحس ان انت شخصية عندك ارادة وعايز تثبت وجودك، اشتغل في العمل الخاص. نعم. لكن لو انت راجل يعني فكرك تقليدي وطموحك تقليدي جدا، وعايز تعمل اسرة وتمشي ستدي كده يعني. نعم. بطريقة تقليدية وبعيدة عن كل حاجة، تشتغل موظف. موظف. فانا من صغري وانا عندي التحدي وعندي الرغبه في اثبات الوجود. نعم. وعايز احس ان انا كويس، وعايز اخلي يعني والدي ووالدتي يحسوا ان تعبهم ما راحش على الفاضي، وان يشوفوني ناجح. نعم. ده كان دافع مهم جدا ليا. نعم. فدايما كنت عايز اثبت وجودي طول عمري، عندي انا اثبت وجودي لو. نعم. حد مثلا وثق فيا ابقى عايز اكون احسن. نعم. لو حد مثلا اداني ثقه عايز اكون احسن من ثقته. نعم. بجتهد وبحاول بكل قوه، وبعدين لو فشلت ما بيأس. نعم. بحاول مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة واتعلم واستفيد. رسائل مهمة جدا. نعم. اتعلم واستفيد وافهم. ممكن يكون عندي عايز اعمل حاجة بعد كده الظروف تثبت لك ان ما ينفعش تعملها، تغير فكرك وتغير اسلوبك وتطوعه. نعم. بس اهم حاجة تكون بتشتغل في ايه؟ اطار قانوني محترم. صحيح. ما يكونش عندك اهداف لا قدر الله شريرة. نعم. نعم. غير شرعية يعني مثلا. يعني. ما يكونش عندك هدف انك تعمل عصابة مثلا وتشارك في عصابة. لا. تشتغل انت بتتعلم وعايز تعمل حاجة في المجتمع لها قيمة. نعم. لها قيمة. يعني والناس تحس ان انت كيان. حضرتك سنة 73 كنت تتخيل انك هتوصل لهذه المرحلة؟ هقولك على حاجة مهمة جدا. بص انا عندي طموح في النجاح ملوش حدود. عندي طموح في النجاح ملوش حدود. المشروع. نعم. المنطقي. نعم. الغير ضار. النجاح مش الفلوس ولا المناصب ولا لا، النجاح اني انجح. نعم. اني اكون ناجح. لما عندي رغبة اني اكون ناجح ونافع. نعم. لنفسي وللمجتمع ولأسرتي. نعم. وان ما يجيش في يوم من الايام الناس تقابل ولادي تقول لهم ده ابوك ده مثلا مش محترم، ده أبوك ده سيء، أبوك كذا. بس لما بتبص على التاريخ الطويل ده بتشوف انت حضرتك النهاردة في أنهي مرحلة من مراحل النجاح؟ كأني لسه بادئ. كأنك عندي الشعور بادئ. ده كأني لسه بادئ. امتى الطموح بيخلص؟ لا هو أنا أصلي برضو مش واخد بساتك من كلامي. أصلي طموحك الطموح ده يعني مثلا انا في مدينه برج العرب مثلا ابقى. نعم. عايز برج العرب دي تبقى احسن مدينه. بمشي اشوف مثلا حاجه ابقى نفسي الحاجه دي حتى لو مش بتاعتي اتمنى للي عاملها لو هي حاجه جميله ان تكون احسن حاجه. نعم. دايما نفسي زي نفسي مصر تبقى اجمل دوله في العالم، برج العرب تكون احسن حاجه، اسكندريه اجمل مدينه، نادي اسمه. نعم. احسن نادي. طالما انت في حاجه يعني عايز تكون احلى، تكون اجمل، تكون. نعم. دايما بفكر ايجابي. حجم استثمارات شركاتكم تقدر بكام؟ ده كتير. نعم. ضخمه جدا. ما نقدرش نحدد. لا رقم. مش حد على مصانع على 650 الف متر مربع. نعم. مصانع كتيره قوي على 650 الف متر مربع. لحظه الفشل اللي لا يمكن ينساها المهندس محمد فرج عامر وعلمت معاه قوي. كتير بتجيلي حاجات ما بنجحش. ممكن وارد. وارد. نعم. يعني وارد، مفيش طريق مفروش بالورد، بالعكس كل ما انت بتتعمق في الشغل وبتتعمق في الكلام ده بتصادفك مشاكل اكتر. صادفتني حاجات كتيرة جدا. صادفتني جميع انواع المشاكل. المشروع. لا عمري الحمد لله ما حطيت في موقف مش مظبوط. بص بيواجهني المشاكل اللي بتواجهني كل الناس. نعم. ساعات انت تحط ثقتك في حد يطلع غير جدير بهذه الثقة. نعم. ساعات حضرتك بتبقى حاطط امال. نعم. على فكرة معينة او مشروع معين ما ينجحش. اكتر. نعم. صدمة في حياتي خدتها. أيوة. كنت بكلم بنتي دينا في التليفون فبتقول لي يا بابا انت عارف مين بقى رئيس جمهورية؟ قلت لها مين؟ قالت لي مرسي. قول يا نهار اسود. بص مش اسوأ يوم في حياتي، اسوأ يوم في البشرية. نعم. وتأثرت اقتصاديا بسببه. وانا